صاروخ حوثي يلاحق طفلة يمنية ويحولها لجثة متفحمة. شاب يقتل والديه بساطور في مصر. الخرف يحرم مهربا من تذكر مكان إخفاء ملايين الدولارات. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. لا تزال سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا تثبت أو تبث الرعب في الهند، ولا سيما بعد اكتشاف الأطباء علاقة بين هذا المتحور والإصابة بأمراض خطيرة أخرى. الأطباء يعتقدون أن السلالة الجديدة تسبب ضرراً غير مسبوق للبنكرياس، ما يؤدي إلى ظهور مرض السكر المفاجئ وارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، والذي يؤدي بدوره إلى تفشي الفطر الأسود. ليان طفلة يمنية تبلغ من العمر 5 أعوام نزحت مع عائلتها إلى مأرب هربا من نيران الحرب، لكن الموت الحوثي لحقها إلى هناك. الطفلة فارقت الحياة وعثر عليها جثة متفحمة بعد استهداف صاروخ حوثي لمحطة وقود في مدينة مأرب، حيث كانت ليان برفقة والدها خلال تزويد سيارته بالوقود في المحطة نفسها. من فاجعة ليان في اليمن إلى فاجعة أخرى في مصر، حيث أقدم شاب ثلاثيني باستخدام سطور على قتل والده ووالدته وطفلي شقيقته بينما كانوا نياما في منزلهم جنوب محافظة سوهاج. الشاب تسبب أيضا بجروح بالغة لشقيقته الناجية الوحيدة من تلك المجزرة، فيما ألقت الشرطة القبض عليه، وأفادت تحرياتها وشهادة زوجة المتهم وجيرانه بأنه يعاني من اضطرابات نفسية. أرباح 3 سنوات من العمل في التهريب ضاعت سدى، والسبب إصابة المهرب بالخرف وعدم تذكره المكان الذي خبأ فيه أمواله. المهرب جيلبرت خو المتهم بتهريب صغار ثعابين نادرة بقيمة 75 مليون دولار وجد صعوبة بالغة للغاية في تذكر المكان الذي خبأ فيه أرباح عمليات التهريب، وذلك خلال جلسة استماع أمام محكمة بريطانية، فيما أكد محاموه تشخيص إصابة موكلهم بالخرف.